بالنسبة لشغلنا نحن هون كل شيء مربوط بقديش عم تشتغل زيادة. هلا في شغلات بتفرحي لما تصير، مع انك بتتعب عليك ما بتكون عم بتشاركي فيها، كون عم تشاركي فيها من جوا، مثل النهار اللي صار فيه تظاهرات أدار 2005 لما نزل كل لبنان على كنا بالشغل، يعني كنا بالشغل عم نتفرج على نحن عم نشتغل، عم نتفرج على التلفزيون شو عم بيصير برا، ما عم فيك تشاركي فيها. يعني هيدي ميل بتحس انه بتاثر ايجابيا على الجو. هلا بتعرفي انه بنفس الوقت رح تكون متعبه اكثر، لانه كميه الشغل رح تزيد عليك. كنت قلت لك شغله على قصه اللي بتحزن، رجعت غيرت اكثر شيء بيحزن كانت انفجار الاربعاء، مع انه مرق كثير على ال بي سي، يعني كان يعني عم نحكي بال 89 حرب التحرير وحرب الالغاء والتخطيط تبعولهم والمشاكل اللي كانت، بس كميه الحزن اللي أثرت على كل الناس، مش بس على ناس بيشتغلوا هون، كانت تحديد انفجار الأرباب، لأنه كان يعني انفجار بدون هدف، وراحوا الضحايا بدون بلا معنى. الحرب بتحس كان في هدف من وراها، كان في خط، كان في ناس بيأيدوها أو في ناس ضدها، بس انفجار هيك بلاش، هذا كتير بيأثر على جو الناس، وخاصة بالشغل. التغطية هي ذاتها أي حدث كبير، سلبي إيجابي مفرح محزن، كله في شغل، في تعب، في ركض. ثورة كتير تعبت، لكن 24 كتير أكتر شيء تعبت بالشغل هي الثورة. بس برجع بقول لك إنه كله مربوط بكمية الشغل اللي بتصير.